الفحص الدوري مفتاح السيطرة على المرض. الفحص الدوري من أهم الحاجات اللي بتساعد على كشف مرض الزهري بسرعة، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، زي الأشخاص اللي بيمارسوا الجنس مع أكثر من شريك، الأشخاص اللي أصيبوا قبل كده بأحد الأمراض المنقولة جنسياً. النساء الحوامل، الفحص الدوري بيساعد على كشف مرض الزهري بسرعة، وده بيساعدنا نبدأ العلاج في مراحل مبكرة ونمنع حدوث مضاعفات خطيرة. وصمة العار حاجز أمام العلاج. النظرة السلبية للمجتمع للأمراض المنقولة جنسياً ومنها مرض الزهري بتكون حاجز كبير قدام تلقي العلاج والدعم النفسي. كتير من الناس المصابة بمرض الزهري بتعاني من الخوف والعار، وده بيخليهم يخفوا إصابتهم وما يروحوش للدكتور. مهم نعرف إن مرض الزهري هو مرض زي أي مرض تاني، وما فيهوش أي سبب للخجل أو العار. المجتمع لازم يكون فاهم وعنده وعي كافي عشان يقدم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص المصابة بمرض الزهري، ويشجعهم على تلقي العلاج اللازم. الخاتمة، معاً نحو مجتمع خال من الزهري. في النهاية، مرض الزهري من الأمراض الخطيرة اللي بتضر صحة المجتمع، لكن الوقاية منه وعلاجه ممكنة. ممكن نقضي على مرض الزهري عن طريق نشر الوعي الصحي عن المرض وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه، توفير خدمات الفحص والعلاج المجانية والسرية، مكافحة النظرة السلبية للمجتمع للأمراض المنقولة جنسياً، دعم الأبحاث العلمية اللي بتدور على لقاح فعال ضد مرض الزهري. كلنا لازم نكون مسؤولين في مكافحة مرض الزهري، ونشتغل مع بعض عشان نبني مجتمع صحي خالي من المرض ده.